القيم هذا. هذا جوديا في حارتهم يبدو لي أنه متقاعد حسب الظن. أي نعم لا قريب السالفة. وفي الحارة عندهم حريمتن والله أني مدري هي أرملة ولا مطلقة ليه حرمة ليه أي نعم الرجل أعرس عليها أي وصار له من جضها يروح لها ويوسع صدره عندها ويشوف مقاضيها وهذا وقاين يمشونها وشون عيالها وشون بيتها جزاها الله خير. يعني مرته هي؟ اي مرته هي تزوجها اي نعم وصار يقضي لها ويقضي البيت عيال ام عيال ويجيها كل يوم هو رجال كبير مو هو بصغير ويجي يعني الله 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 وياخذ سواقه ويروحون سوق الخضره ما شاء الله يعبى سياره اثنين عطنا اثنين جوافه عطنا اثنين مانجا عطنا اثنين طماطم ويعبى السياره الحمد لله وينزل عنده بين البيتين ويوم من الايام نسى في السياره كرتون مانجا زايد كرتون مانجا نسوه ما نزلوه المهم وبقى في السياره نزل البيتين بقى ذا الكرتون وراح السواق يوصل ام العيال عقب العصر عقب ما تخمر المانجا وطلعت ريحته ركبت ام العيال في السياره يوم ركبت لهن تشم المانجا قالت يا والله ما ادري ايش اسمه كومار في مانجا في ريحه مانجا في السياره قال ايوه هذا حق بيت صديق يوم ناظرت لهن مانجا طيب ما كيف قال حق بيت مسكين فقير مسكين بابا كل يوم وفيه ودي اكل قالت ودني البيت المسكين هذا اي والله قال لو ناظرت البيت زين وهذا ناظرت وقامت وطقت عليها والله يوم افتحت له المهم فجاء الرجال من مسجد عقب الظهر يوم جانا وانا جبت من كرتون ما قالت هذا حق الربع مسكين حق بيت المسكين ودني طره يعني ايش اسمه الوقوف معنا ما شاء الله أيوة. انت الحين ماذا تغزو بي وش عندك من المقاصد فيها لا لا والله بس يعني بريئة ذي يعني قصة يعني اني الوقوف معنا ترى مو شرط انه اذا جاء يقف انه يعني يفتح بيت ترى يستطيع ان يقف ويضع لهم حساب بنكي ويحوله في حساب المساكين هذي على ما قلت تسميها حريمة ومو أيوة. بشرط الله يحفظك يقسم المنقى يعني يحط المنقى هناك كرتون واحد كرتون واحد لهم ولو فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم